السلام عليكم. النهارده هشتغل التجربة بتاعت الفريكشن، تعيين معامل الفريكشن اللي هو اليو اس خلاص اللي هو الستاتيك فريكشن. ستاتيك فريكشن ما بين اي سطحين خلاص بيجي منتج فريكشن. الفريكشن دي اللي هي اليو اس دي اللي بتفضل محافظة على الجسم ستاتيك ما بيتحركش. طبعا عشان تحرك الجسم لازم تعدي ليفل معين. ايه الفورس اللي انت المفروض تعديها؟ فورس اسمها اف ماكسيموم خلاص. الاف ماكسيموم دي عباره عن يو اس في الان، الان ده اللي هو النورمال على السيرفر. طب انا عندي ايه مش كده؟ ده النورمال بتاعي. طيب لو انا ضربت اليو اس في الان بيديني قلنا فورس اللي هي الماكسيموم. طيب يبقى لازم اشد الجسم بفورس او ازود الجسم بفورس، الفورس بتكسر مين او تعدي مين؟ الاف ماكسيموم. طيب احنا النهارده مش هنحط فورس او عشان ايه؟ عشان نحط فورس خارجيه، احنا هنميل السيرفس ده. كل ما بيميل السيرفس كل ما بيحصل في الام جي اي يبقى ليها كومبوننت من ناحيه تبقى اسمها ايه؟ ام جي ساين سي. طيب ام جي ساين سي دي الفورس اللي بتزق الايه؟ الجسم. طيب كل ما احنا زودنا السيتا كل ما زادت الايه؟ الام جي ساين سيتا كتوتال زادت فابتدت تزق الجسم لغايه لما تكسر مين؟ الام جي ساين سيتا المفروض يعدي ميو اس في ايه؟ في الان خلاص. طب الان هيبقى في اللحظه دي بيساوي ايه؟ ام جي كوزاين سيتا خلاص المفروض بيجي يا اما تساويها يا اما اكبر منها. طيب ام جي ساين ايه؟ سيتا. يعني هنا لو قدرت ان اشيل ام جي مع ام جي وهنا في ميو اس يطلع ان الميو اس بتاعتنا لو هناخد بس علامه الايكوال عشان يجيب الكريتيكال بتاعنا يبقى عندك ايه؟ يبقى الميو اس يبقى عندك نقطة مية بس بتساوي ايه؟ ساين سيتا على كوساين سيتا ويطلع القانون بتاعنا ان الميو اس ايكوال تان سيتا. يبقى اي سيرفس عايز احسبه الميو اس ما بينه وما بين جسم معين خلاص هنعمل ايه؟ هنقعد نميل في الجسم ده، دي البروسيدرز ده هنقعد نميل في الجسم لغاية لما يبتدي يتزحزح حاجات بسيطة. أول ما يبتدي يتزحزح حاجات بسيطة أعرف من هنا إن هو ابتدى ايه؟ أباوت على وشك إنه يتحرك. يعني كده إن الإم جي ساين ابتدت تتغلب على الفريكشن ايه؟ ماكسيم. وهنا ابتدي اربط المسمار واسجل ايه؟ قرايه السيتا. هعمل الكلام ده اربع مرات، اسجل السيتا اربع مرات واطلع طبعا المقاس البساطه وارسم ايه؟ الكيرف الكيرف بتاعنا ماشي؟ في الكتاب او الكشكول بتاعنا ماشي؟ طيب ودلوقتي هننزل نعمل التجربه. ده الجهاز بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه، ده الجسم اللي احنا هنحركه او التري بتاعتنا خلاص. طبعا احنا زي ما شفنا هناك ان الام جي كفورس او كجزء راح من المعادله. يعني بمعنى اصح ان لو حطيت ما بين نفس الماتيريال ونفس الماتيريال بتاعت السيرفس جسم وزنه كيلو 2 كيلو طن 2 طن مهما كان الوزن بتاعه ايه برضه مش هيختلف الميو بس بتاعنا خلاص. طيب احنا هنحط الجسم بتاعنا عند اول ايه؟ عند اول الجسم عند اول السيرفس نفسه اهو، وهنبتدي نميل الايه؟ وهنبتدي نميل التيبل كده لغايه لما يبتدي الجسم بتاعنا ايه؟ يبقى اباوت موف. هاجي لك كده اهو اهو كده ابتدى يتحرك. هربط المسمار واسجل قرايه الانجل اللي موجوده خلاص. قرايه الانجل اللي موجوده دي هي السيت بتاعي. طب هجي كم اعمل الموضوع ده كم مره؟ قلنا اربع مرات. هرجع للصفر تاني واحط الجسم عند البدايه وابتدي ارفع خلاص وميل. هيدينا 3 4 انجل بس الاربع انجل ممكن يبقوا مختلفين شويه عن بعض، فعشان كده هنرسم الجراف بتاعنا خلاص وهنطلع الافرج بتاع الميو اس ايه اللي موجود عندنا. طب احنا عندنا في المعمل خمس تجارب، كل سيكشن هيبتدي لوحده يعني السكاشن اشتغل لوحديها، كل تجربه هيبقى عليها جروب. الجروب ده هو اللي هيشغلها. الفيديو لازم الناس تتفرج عليه، تحضر التجربه بتاعتك وتيجي ايه تعملها. المعيد مش هيشرح لك اي حاجه. شكرا.